كان ما كنتش عارفوني ويلي. سلام، سميتي هبة وعندي 16 عام. صافي ما انتي وشعري بوكلي ودير لك دابا مصايباه ودير ليه تفيق. صافي تشي دوك تعرفوا عليا، ما تكونوا تعرفوا عليا شي حاجه اخرى. غنقول لكم بلي غندير لكم اليوم فلوغ مع صحابي. صحابي الله تعرفت عليهم ماشي بزاف، ولكن كنحس براسي بحال عرفتهم شحال هادي، ماشي كاملين، كاينين شي وحدين كنعرفهم شحال هادي، كاين شي وحدين الله تعرفت عليهم. وصافي غدوزو معايا نهار، شنو غندير فهاد النهار ندير لكم من بعد. صافي خاصني نجمع الدار كامله تقريبا باش ماما تخليني نخرج، حيت ماما ما خلاتنيش. مهم والله والله تداوية بصحة، ماما ما خلاتنيش نخرج. مهم فقت مع تسعود وغسلت الماعن ووجدت الفطور ومشيت جبت ليهم بيريزيان باش يفطروا ونمحراش. دابا جمعت الصالون وجمعت ليك النعاس ودابا غنجمع بيتها انا مالي مالي. مهم يا ربي كنتمنى يا سيدي ربي تخليني نخرج نكمل لكم هذا الفلوق. يا ربي يا ربي يا ربي تخليني نخرج ندير لكم ترونسيزيون وصافي. المهم انا شعره ماشي هكا، ونخلي لكم انستغرام ديالي باش تشوفوني على حقيقتي كيفاش انا دايره، وانستغرام كنكون نحط فيه ستوريات يوميا. صافي هي الصراحه باقا ما خلتنيش، ولكن ملي نمشي نتيري لارجون الحمد لله الحمد لله خاويه. دغيا جبتها عملت غير مره واحده ديالي تبقى عليا كنصرفط لي لاكارط ونشوف شنو مالي نقول لها والله اكرام كون انا اكرام صرفط لي لاكارط صرفط لي لاكارط ودي برخشيت ديما كنضحكش ديما كنضحكش واش ما غترجعش درت لها برانك هاك. شكرا اختي شكرا الزين شكرا الزين. مرحبا بكم في فيديو جديد. اول فيديو اسم الفيديو جديد. المهم هذا كنعرفو شحال هذا. بلاتي بلاتي دورني نشوف راسي واش بلاصه في زاز واتساب دراري والله حتى تكون دريه وحق الله كيفكروا معايا شنو ندير لكم. وانا ما قلتش لهم دايره فلوق قلت لهم غندوزوا معايا النهار. صافي غندوزوا النهار يلا دوزوا معنا. عمر عمارة طوال نجي بعين وش لا توامي مرتبطين لي مبلوك جديد في بخص بو عين علي ده السلام عليكم. هذه هيبة هذا زياد انا مخلي لكم انستغرام ديالي شكرا لي حاكي جات هذه هذه جات وجيت عندها صاحبتي صاحبتي جات وين مصري هاي هاو لكم شي شي هيبة صاحب مخلي كتير طبعين هاتري خليني بلاك كيف ما كدر لك لكم اسماعيل نخلي شوفوا زاموا فاك يو فاك يو بيتش بيبي فاك يو بيبي صافا نخرج فين غنبروش فين حيت زبلت خروجات. ماما راه مكاينش ماما راه مكاينش مجباتية والله إلا في الأول لحت كارت مخاوي عرفتي شحال من أفكار أساسية؟ أربعة خمسة خمسة درنا تاني ليكم باللي غادي ندخل ندوش
شويه ونوركم شنو كندير شعر اخير يقدر ما يشبكلاش مزيان حيت كنت مصيبه شي ضرب ايام ربع ايام وهكا مسرجع ونكعف شختي اختي اكرام هاي خليكم وجهها هنا وجهها هكداك عرفتوا لي ما كنتشابهوش وكيقولوها لينا كيما عندي ما ندير اختي وغادي ندخل ندوش ونرجع لكم نخرج من الدوش كندير ما ورد شوفوا دابا شعري بلا والو هكا خرجت شوف هذا غيبقى هكا بطبيعة الحال حتى صايبته ما غاديش يتبوكلاو ليا Thank you for watching. Bye bye.